النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسأل الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. بشكل عام لم تنخفض كما كان متوقع درجات حرارة النهار هذا اليوم، وسجلت درجات حرارة مرتفعة مشابهة عما كانت عليه يوم الاثنين، وكانت الأجواء حارة نسبيا في أغلب المرتفعات وحارة إلى شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى المناطق البادية الشرقية. لم يحدث هذا الانخفاض بسبب أن الكتلة الهوائية الحارة نسبيا والمندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية لم تتزحزح جنوبا وبقيت على المملكة، وبالتالي سبب ذلك هو ارتفاع في درجات الحرارة سجل نهار هذا اليوم. ولكن بالرغم من ذلك، تشير آخر نماذج التنبؤات العددية بأنه اعتبارا من غدا الأربعاء سيحدث هناك ترافق. كما نلاحظ هذه الألوان تشير الحمراء الداكنة الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، تراجع واضح غدا على درجات الحرارة بسبب بدء انسحاب هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا إلى الجنوب الشرقي. وهذه الألوان الحمراء هي تنم على درجات حرارة حول المعدلات، وتبدأ بالدخول إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المناطق الشمالية الغربية والوسطى من المملكة. يوم الخميس حتى يحدث انخفاض آخر على درجات الحرارة بسبب رحيل هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا مبتعدة تماما عن المملكة، ليحل محلها كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول المعدلات، وهي طبعا ألطف من حيث الشدة بالنسبة للأحوال الجوية على المملكة، وذلك يستمر حتى إن شاء الله نهار يوم الجمعة. هذه الليلة تبقى الأجواء بوجه عام يعني دافئ نسبيا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ظهور لبعض السحب المتوسطة والعالية، درجة حرارة صغرى 18 درجة مئوية. غدا الأربعاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، تعود بذلك درجات الحرارة تصبح حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، كما يعود الطقس يصبح صيفيا عاديا في معظم ومختلف مناطق المملكة. تظهر كميات غدا من السحب المتوسطة والعالية حقيقة في بعض المناطق، مما يجعل الأجواء غائمة جزئيا أحيانا في بعض الفترات. غدا الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة لأنها تنشط بشكل لافت اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر، وهذا الأمر قد يعني على إثارة الأتربة والرمال في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. درجات الحرارة نبدأها غدا من إربد 30 إلى 17، في جرش 32 إلى 18، في عجلون من 29 إلى 16، وفي المفرق من 32 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الوسطى في عمان من 30 إلى 20، في الزرقاء من 33 إلى 20، في السلط 31 إلى 21، مأدبة 31 إلى 19، وفي البحر الميت من 35 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك من 28 إلى 18، في الطفيلة من 29 إلى 20، في معان من 31 إلى 21، في جبال الشراء من 27 إلى 20. جميع هذه المناطق بالرغم من أن ما يرمز له الآن بأجواء مشمسة، لكن غدا هناك فرصة لأن تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا أحيانا بسبب يعني مرور وظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية. في خليج العقبة يتوقع غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة حارة نوعا ما، العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية. في المناطق الشرقية أجواء قد تكون مغبرة غدا عصرا مع اشتداد في سرعة الرياح، تكون في رويشد من 36 إلى 20، في الصفاوي من 35 إلى 19، وفي الأزرق من 36 إلى 20 درجة مئوية. وجميع هذه المناطق أيضا يتوقع أن يطرأ عليها انخفاض على درجات الحرارة بمقارنة عما كانت عليه اليوم وخلال الأيام الماضية. الأحوال الجوية متوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، إذا 30 إلى 20 غدا الأربعاء، رياح نشطة يومي الخميس والجمعة سنشهدها بشكل لافت في أغلب المناطق، تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في المناطق الجنوبية والشرقية، بينما تكون منعشة بشكل واضح في المناطق الشمالية والوسطى مع حدوث انخفاض على درجات الحرارة، مما يجعل الطقس ربيعيا لطيفا ومعتدلا، عفوا صيفيا لطيفا ومعتدلا في أغلب المناطق، حتى أنه قد يميل البرودة قليلا في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. تسجل يومي الخميس والجمعة العظمى 28 والصغرى ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.